وأصغر قضية بين الزوجين إن أخرجها زوجها من بيتها إلى بيت أهلها أو إن هي خرجت من بيتها إلى بيت أهلها، هذه القضية الصغيرة بسبب تغذيات عديدة من أقاربها ممن حولها، هذه التغذية تنتهي إلى الطلاق. أما حينما تبقى في بيت الزوجية، أكبر مشكلة بين الزوجين تتقلص، تصغر إلى أن تتلاشى بعد أيام.